طلبت منكم امبارح ان احنا نحضر الورقة دي اللي هي الباترون بتاع الكمامة، وانا حضرتها ودبستها على حتة قماشة كانت موجودة عندي. هحط ادبس الباترون على القماش وهبتدي اقص حوالين الدايرة. انا كده قصيت حوالين الدايرة، ادي الباترون وادي اللي هي الدايره اللي انا هعمل منها الكمام. هنشيل الباترون خلاص انا مش عايزاه، وبعدين هاجي بالنص بالظبط هبتدي اتني القماشه. اهي ليا الدايره، عايزه تكويها ممكن تكويها، او ان انت ممكن تشتغلي على طول كده دلوقتي اهو. يبقى انا هبتدي اتني القماشه دي الدايره دي بالنص بالظبط، وبعدين هبتدي اخيط بالابره والخيط زي ما هوريكي دلوقتي على الحرف ده اللي هو مش المقفول، ده المقفول، لا على الحرف اللي هو المفتوح. بس مش هخيط عليها كلها، انا هبتدي اخيط جزء صغير من هنا، وبعدين اسيب حته فاضيه عشان هقلب منها القماش، وبعدين هبتدي اخيط الجزء التاني كله. هوريكي دلوقتي ازاي نبتدي الخياطة، وبعدين انا اكمل مع نفسي عشان خاطر ما ازودش عليكي وقت الفيديو. هشتغل بالإبرة والخيط، بس خلي الخيط فتلتين عشان انت كده مش هتخيطي على مكنة، فلازم الخياطة بتاعتك تبقى جامدة شوية عشان ما تتفكش منك. زي ما قلنا هبتدي هنا اخيط الاتنين في بعض اهي، هثبت بس اول غرزة عشان ما تفكش مني على الحرف، وبعدين اخيط حتة صغيرة كده خياطة عادية خالص، بس يعني ما توسعيش الغرز عن بعضها، لان دي كمفروض كأنها بديل مكنة، يعني بديل ان انت تخيطي بالمكنة اهو. انا خلصت اهو، يا ريت تكون باينه بالنسبه لكم اهي. هبتدي اخد حته صغيره تاني وبعدين اقطع الفتله. كده كفايه قوي الحته الصغيره دي. ما تنسيش ان انت تثبتي اخر غرزه، ما تقطعيش على طول. كده انا ثبتها، هبتدي بالمقص واقطع الخيط. هسيب حته، يعني ادي القماش مفتوح اهو، هسيب حته اقلب منها، اعرف اقلب منها، ودي هتتخيط بعدين في الاخر. وبعدين ابتدي اخيط من تاني الجزء اللي باقي اهو، زي ما عملت في الجزء الاولاني. همشي الحته كلها اللي انا عملتها اللي هي الفتحه دي كلها، خلاص هقفل بقى. انا هخيطها مع نفسي عشان خاطر ما اطولش عليكي زمن الفيديو. الخياطة هتمشي لغاية اخر حتة هنا اهو، ده مقفول ماليش دعوة بيه دلوقتي. ادي اخر جزء انا هخيطه معاكي عشان برضو اوريكي ان احنا هنثبت الخيط عشان ما نقطعوش على طول، عشان ما يفكش معايا وانا بستخدمها مش هيبقى كويس. اهي اخر جزء اهو، يا رب تكوني شايفاني كويس اهو. هبتدي اجي من هنا كده اثبت الغرزة، غرزتين كده تثبيت من هنا، وهقص بالمقص اهو. الخطوة التانية الحتة اللي كانت مقفولة اصلا مش اللي انا خيطتها، هتمسكي المقص وتفتحيها كلها اهي، هنفتحها كلها كده. سوي تقطعي الخيط اللي انت عملتيه ثبتيه عشان برضو ما يكرش منك. يبقى تاني انا عملت ايه؟ عملت بطرون دايرة
وبعدين قصيتها على القماش، وجبت القماش وتنيته، تنيت الدايرة نصين زي ما انت شايفة كده. ابتديت اسيب الجزء المقفول وخيطت في المفتوح اللي انا تنيته ده، وبعدين سبت حتة من الجزء ده مفتوحة عشان اقلب، وبعدين وخيطتها كلها، وبعدين قصيت بالمقص الجزء اللي كان ايه اللي كان مقفول اهو. طيب هعمل ايه؟ همسك القماشة كده اللي انا تنيتها نصين، وهاجي اعمل افتحها كده واخد الخياطة على الخياطة كده اهو، كده اهي منظر اهو، ده كل ده في الظهر. مرة تانية اهو، ادي النصين اهو، ادي النصين اهو. هاجي اعمل ايه؟ هاجي افتح، بعد ما فتحت هنا هروح جاية الحتة اللي انا فتحتها بالمقص اروح عاملاها كده اهو، شايفة المنظر؟ شايفة المنظر اهو. واجي احط الخياطة، الخياطة على الخياطة بالظبط، يبقوا قد بعض كده اهو واهو، وابتدي اخيط كل ده داير ما يدور اهو. فانا هبتدي اجي هنا اهو كده واخيط كلها داير ما يدور. هعمل قدامك الحتة دي عشان ما اطولش عليكي، انتي بعد كده هتكملي اهو. هعمل كده كلها اهي، برضو اخر حتة هعملها معاكي اهي. كده ومنساش ان انا اثبت الخيط بتاعي برضو عشان ما تفكش. على فكرة مش شرط ان لازم تعمليها على ايدك، لو عندك مكنة خلاص اعمليها على المكنة، وانا عندي مكنة بس انا عايزة اوريكي اسهل حاجة يعني. ده كده بعد ما خلصناها هتبقى منظرها بالشكل ده. هاجي على الحتة اللي احنا كنا سايبينها مفتوحة، وهبتدي اقلب منها القماش كله اهو بالراحة كده، هنقلبها تبقى الحتة اللي مفتوحة اهي كده اهو. بقى ده شكل الكمام. هيبقى عندك حل من اتنين، يا اما طبعا هنقفل دي، هنقفل دي ازاي؟ هنقفل دي بالخيط والابرة اهو، همسكها كده هي باينة حتى مكان القفل بتاعها اهي، هقفلها الاول اهي كده عشان تبقى مظبوطة، وثبتي الخيط من الناحيتين برضو اهو، هخيطها واجيلك اهو. ادي شكلها كده النهائي. ففي قدامك حلين، اما ان انت تجيبي حتة الاستك دي وتيجي تخيطيها من هنا ومن هنا، وبعدين تحطيها كده وتلفي عليها دي وتخيطيها، هتبقى كده اهي، دي طريقة. يبقى انت هتقفلي دي كده اهي وتحطي فيها الاستك، او انا بصراحة مش بحب اسيبها كده عشان ما تضايقنيش عند خدي، فباجي اقص دي كده، وخدي بالك ما يفلتش منك الخيط، حاجة احطهم الاتنين بس مع بعض عشان لما اشيل اشيل قد بعض اهو كده. وهاجي اخد كده وافتح كده، انا فتحتها. بعد ما فتحتها هاجي ممكن امشي بالخيط هنا عليها او بالمكنة، وممكن اسيبها كده، فانا همشي عليها بالخيط. برضو الابرة ملضومة على فتلتين، هبتدي اجي ادوس عليها كده وابتدي اخيط برضو بغرزة صغيرة، ومشي عليها كلها من هنا، ومشي كمان عليها
كلها من هنا عشان تبان أشيك، يعني تبان أحسن وتبقى ثابتة كده. نبقى وصلنا للشكل ده كده أهو، ولسه فيه هنا فتحة ولسه فيه هنا فتحة اللي هحط فيها الأستك. طب هحط فيها الأستك إزاي؟ هاجي على الفتحة دي وابتدي أدخلها حتة من هنا وحتة من هنا كده أهي، وأخيطها كده أهو عشان تبقى نظيفة. وأنا بخيطها هجيب الأستك ده طرف هحطه من الناحية دي كده، والطرف التاني هحطه من الناحية دي، بس أظبط على وشي هيبقى إزاي أهو، هيبقى كده، وأبتدي أخيط عليه. يبقى هنعمله كده ونبتدي نخيط عليه، وهعمل الناحية التانية وهوريها لك كده. ده شكلها بعد ما خيطناها وبعد ما حطيت الأستك في الناحيتين أهو، جميلة جدا ومتبطنة. مفروض إنها كده اهي متبطنة عشان خاطر تبقى حامية أكتر، تحمي يعني. وآدي الشكل بتاعها، ياريت تكوني فهمتيها معايا. وده شكلها بعد ما دبدوب لبسها، صدقيني مخدتش مني نص ساعة يعني أنا، وكمان دي على إيدي، يعني لو عملتيها على المكنة مش تاخد منك 10 دقايق. أرجو إن أنتي تكوني فهمتيها، وياريت تقومي تعمليها.